لا تمر ذكرى اليوم الدولي للشباب التي تصادف 12 من آب من كل عام دون استذكار معاناة الشباب العراقي الذي يرزح تحت وطأة الفقر والبطالة وانعدام الأمن وضياع حقوقهم الأساسية جراء سنوات من الفساد والإهمال الحكومي لهذه الشريحة المهمة، فضلاً عن باقي شرائح المجتمع المنسية. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن نحو 60% من الشباب العراقي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاماً و24 عاماً يفتقرون إلى فرص الحصول على التعليم القائم على المهارات الحياتية، كما يفتقرون إلى المهارات الريادية التي تمكنهم من الانتقال السلس إلى سوق العمل. ويدعم هذه البيانات ارتفاع إجمالي نسب البطالة في البلاد خاصة بين صفوف الخريجين إلى أكثر من 30% من حملات الشهادات العليا في العراق بحسب لجنة التعليم العالي النيابية. معطيات تفسر بالضرورة سبب ارتفاع نسب الانتحار في أوساط الشباب كل عام، فضلاً عن ارتفاع نسب تعاطي المخدرات وما يسفر عنه من حوادث مجتمعية مأساوية، خاصة بعد بلوغ نسب الانتحار عام 2021 أكثر من 774 حالة وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الحالية، فيما يفكر القسم الأكبر من الشباب بالهجرة خارج العراق باتجاه مجهول قد يكون أقل سوءاً من واقع أكثر سوداوية، واقع دفع بشريحة الشباب التي تشكل 56% من العراقيين للسعي نحو التغيير وإنهاء أزمة بلد اختطف، ليعلنوا ثورة اندلعت شرارتها أواخر عام 2019 ليجدوا أنفسهم ما بين قتيل ومختطف ومعتقل ومطارد، لا لشيء سوى ترديدهم هتاف نريد وطن.